المصري انا يمكن حضرت منه اجزاء كثيره المباراه دي، عانى معاناه شديده في انه ينتصر على المنتخب اللبناني، الفريق المنظم، الفريق اللي بيلعب كوره حديثه اللي بينتشر انتشار سليم، احرج المصريين في كثير من لحظات المباراه. خبره الفراعنه بقياده حجازي ومحمود الوينشي والحارس المتألق الشناوي قدرت يعني في الربع ساعة الأخير من المباراة قدروا ينتزعوا من ضربة جزاء يمكن تكون مشكوك في صحتها هدف الفوز. فالمنتخب اللبناني ما هو الحلقة الأضعف، فريق السودان هو الحلقة الأضعف في هذه البطولة، في البطولة كلها وليس في البطولة كلها. نعم فريق السوداني هو الحلقة الأضعف، الفريق اللبناني فريق منظم، فريق بيلعب كورة ممتازة جدا، فريق بيلعب بتاكتيك. طيب حظوظنا مع المصريين مباراة جاية يوم السبت؟ نعم والله حظوظنا مع المصريين والمباراة جاية هي يوم السبت، نتمنى انه احنا لو قدرنا ننتزع من المصريين التعادل نكون احنا حققنا انجاز بالمستوى اللي انا شفته الليلة ده وبالتخبط والعشوائية. ففريقنا فريق يعني ضعيف بكل ما تحمل الكلمة من ضعف وهوان يعني. أتمنى مدرب فيلود وخالد بخيت يجلسوا مع اللاعبين يحسون على البذل، يحسون على العطاء، يحسون بأنه هم بيمثلوا المنتخب السوداني، بيمثلوا شعب يعشق لكرة القدم، شعب بيتمنى الفوز وشعب ما بيتمنى الخسارة. يعني التواجد الكثيف للرجال السودانية في استادات الدوحة ما أتى من فراغ، من حب الناس لكرة القدم ومن عشقه للبلد يعني. جميل.